مستشفى كلية طب الأسنان ومصنع الأدوية بجامعة المستقبل، إيمانا منا بوجوب الارتقاء ومواكبة النهضة العلمية العالمية في إطار التطبيقات التي دعا إليها السيد الرئيس محمد حسني مبارك. فقد تفضل السيد المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية بوضع حجر الأساس للمرحلة الثانية للجامعة، وهي عبارة عن مبنى على مساحة 12500 متر، يضم مستشفى كلية طب الأسنان، مستشفى تعليمي مؤسس وفقا لأحدث المعايير العالمية، ويتكون من عيادات خارجية، مستشفى للأطفال، غرف عمليات على أحدث النظم الطبية في العالم، مراكز أبحاث علمية، أكثر من 200 كرسي أسنان من أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الألمانية سيمنز وكافو، أجهزة متخصصة للأشعة، مصنع الأدوية بكلية الصيدلة. تعد جامعة المستقبل الجامعة المصرية الوحيدة التي تقوم ولأول مرة في مصر بإنشاء مصنع أدوية تعليمي يحتوي على أحدث الأجهزة والمعدات المتخصصة في صناعة الدواء، كذا خطوط إنتاج لكافة الأشكال الصيدلية لتدريب الطلاب وسد احتياجات الجامعة وخدمة البيئة. أكثر من 50 معمل متخصص ومجهز تجهيزا كاملا ومزودا بجميع خدمات البنية الأساسية اللازمة، مراكز بحثية عالية الجودة، نادي جامعة المستقبل. وقد روعي في تصميمه استقبال الأولمبيات العالمية، ويضم ملعبان للكرة الخماسية، مدرج يسع 500 فرد، 3 ملاعب تنس، ملعبان لكرة السلة، ملعبان للكرة الطائرة، نادي صحي على مساحة 800 متر مربع، مطعم، كافيتيريا كبيرة على مساحة 500 متر مربع، صالة متعددة الأغراض، بلياردو، تنس طاولة على مساحة 220 متر مربع، مبنى مجهز لتغيير الملابس على مساحة 600 متر مربع. جامعة المستقبل، المستقبل لك.